انستا اتذكر نوع انستا سابي الخروف سهل خروف سافر احنا جيبني ودي لي بطاقات سافر فالنتاين ودي دبدوب ساو جبنا دبدوب احمر سابي النمر صيان سان نمر ها النمر مش سان السنتي مثلا عشان نفرق بين النمر والخروف تكون في مجموعه صبايا كيف بتضبط اجمل وحده كيف سالني كيف انا بقول لك هو ازاي قول ازاي انا بقول لك ازاي سان بتروح الخروف بروح بهجم على اجمل واحده فيهم بفضح حاله سوى لكن النمر بروح على ابشع واحده استا طيب تغزل بيها استا ولا انت مظبطها طب بس انا عندي سؤال صغير قد كده يعني انت زبطت الوحشه دلوقتي طب والمزه الحلوه اللي هناك دي هنعمل فيها انت بس زبطت اللي مش حلوه هسه المزه بتصير تاكل حالها بتصير تقول شو ها هو ازاي ليش بقى ما تحركش ايش بيه استا بتاكل حالها بتاكل حالها وتدور عليك على فيسبوك وبتاكل حالها ولا انت بتضبط الثنتين مش فرصه انا اكمل لما سنور كنت بحكي مع الشاب اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا ما شاء الله بدي بلدر شو ها شرفنا شو هالباي شو بدها باسورد اهلا وسهلا استاذ شو ها في مشكلة استاذ علي عفوا شو والله في كثير مشاكل استاذ شو نادي لي مدير المطعم طب ايش المشكلة شو روح نادي لي مدير المطعم ارمح يلا ارمح تحب اساعدك بشيء ما بديش تساعدني يا الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا شو ها هاي قلة ادب هاي لا فاتورة اهلا وسهلا استاذ ان شاء الله عجبك الاكل لا استاذ والله ما عجبني الاكل والله بيخزي الاكل ها عفوا في اي مشكله مو صابي مشاكل كثير استاذ والله استاذ الفاتوره ابي اخبط انك تعدلها تتعدل استاذ عدلها خلص استاذ الفاتوره مزبوطه 22 دينار و30 قرش كيف يعني استاذ كيف يعني مزبوطه شو ها صحنين حمص صحن فول صحن فلافل وسيرفيس ساو اثنين شاي واحد قهوه 22 دينار و30 قرش ليش استاذ حمص مستورد ساو لسقين بمي الذهب سلا استاذ متاكد جايبين الشيوخ ساو قارين عليه وهو بيطلع ما شاء الله استاذ هيك الاسعار استاذ مش اسعار استاذ هاي شتائم استاذ هاي بهادل استاذ زي ما قلت انا بالبدايه هاي قله ادب استاذ احترم نفسك انت مطعم محترم لا والله استاذ انا ما اكل فلافل من ليرة استاذ من حقي استاذ اتنفسن انا نفسي استاذ فلافل من ليرة استاذ 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 على الباب استاذ حط ملاحظه استاذ ممنوع دخول المواطنين مطعم مخصص لأبناء الوزراء مطعم مخصص لأبناء الذوات شا مطعم مخصص للذين ولدوا وبيبثمام هم على كالذهب استاذ انت بدك تاكل مخي ب 22 دينار كلهم 22 دينار و30 قرش ومسامحينك ب 30 قرش او ثانك يو انا مشكلتي ب 30 قرش استاذ لا انت زودت كثير على فكره على وضعك استاذ تعال 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 بشوفك تعال اقص علي مصاري شو تشوفني بالحاره تعال بقول لك وقت تعال بقول لك وين انت رايح اقعد وين حاسبني 22 دينار واطلع بعدين وين ما بدك وقت تعال وك يا سرسري حاسبنا 22 دينار والحق خويك طيب ماشي تتي انت ما تفكرنيش يعني النوعيه اللي بتهرب من مشاكلها انا برمي حالي في النار ولا بفرق معي إذن هاب 22 قرش و 22 دينار و 30 قرش مسامحينك بال 30 قرش الله يسعدك أنا مشكلتي بال 30 استاذ شو ظاهر بجوز 7 ليرات بالصحون خلينا نخلصهن استاذ ندافع حقها شو هاي بتطلع علي بنص ليره هاي والله استاذ بخزي لا حول ولا قوة إلا بالله داخل إيه يا صبي من هالجو سير ار يو ريدي تو اوردر يس أوردر بدي صحن حمص صحن فلافل كاسة شاي صحن فتة انت بدك صحن فتة؟ صحن فتة تعال قديش حقه؟ قديش بيكون حقه صحن فتة وليش شغل حالك انت بدك تعرف حقه مع الضريبة ولا بدون؟ مع الضريبة والتب تاعك اوف طب حقه 8 ليرات اذا صحن فتة حقه 8 ليرات شو بس بتقاوح لنا ومطعم ابوي وبتقاوح لنا شو دخلنا انا؟ قديش معك بادجت يعني قديش معك 5 ليرات قديش؟ 5 ليرات ليش بتقاوح معك 5 ليرات؟ بتقاوحني من الصبح، 5 ليرات معك وصار لك ساعة ماخذ فيها يعني نفسية حضرتك. 5 ليرات تحلق لحيتك هاي اللي زي الشليش. انت معك تاكل 16 ليرة لحد هسه اوردرك انت غير الشاي. روح احسن لك. روح انا عشان صحن حمص قلبت موظف انت على هذا بقلبوك بدي جارد. روح يلا روح ولا اشوف وجهك. ناقصني هالسنة. روح. تكسر الكرسي انت بدك تكبر مشاكلي
سها الزبون طلب فتة وهرب وكسر الكرسي وقع المنيو على الأرض قال شو هالمطعم شو دمرني ها حق علي اللي بعمل خير شوف ايش حدا